تقارير إعلامية بتقول إن مصر بتعطل تنفيذ اتفاقية نقل جزيرتين طيران وصنافير للسعودية، هل الكلام ده حصل فعلا؟ طيب ولو حصل إيه ممكن يكون السبب؟ أنا محمد شوشة ومعايا سالح حسين في بودكاست سين جيم في دقائق. سالم الأول كده عايزين نعرف القصة دي كلها بدأت إزاي؟ هو الموضوع بدأ في تقرير في موقع أكسيوس الأمريكي كتبه الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، وبيقول إن مصر هي اللي معطلة تنفيذ اتفاقية نقل طيران وصنافير للسعودية. طيب هل في أي تأكيد أو نفي للكلام ده من مصدر رسمي نقدر نعتمد عليه؟ لا، لأن زي ما قلنا أكسيوس كانت المصدر الرئيسي اللي من خلاله بدأ الموضوع يتنقل لصحف تانية. أكسيوس بيقول إن مصدره في الكلام ده 4 مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، لكن ولا مصدر في أي دولة من الأطراف القضية علقوا بشكل رسمي. وكمان بحسب الموقع السفارات المصرية في تل أبيب وواشنطن والسفارة السعودية في واشنطن والبيت الأبيض ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ما ردوش على أي طلبات تعليق. طيب خلينا نفترض إن ده حصل، إيه السبب اللي ممكن يكون هو اللي معطل تنفيذ الاتفاق؟ وبحسب أكسيوس في سببين محتملين. الأول، الموقع بيقول إن القاهرة أعلنته لباقي الأطراف، وبيقول إن عندها تحفظات فنية بعضها يخص تركيب كاميرات المراقبة اللي المفروض تراقب طيران وصنافير وكمان مضيق طيران، واللي يفترض إنها هتحل مكان بعثة حفظ السلام الدولية. المفروض إن قوات حفظ السلام الدولية في طيران وصنافير تتنقل لسينا وهي اللي تراقب تشغيل الكاميرات ديت، ومصر عندها تحفظات فنية على النقطة دي بحسب التقرير. السبب المحتمل الثاني، وده على ذمة المصادر الإسرائيلية اللي وصفها أكسيوس بمسؤولين كبار، قالوا إنهم بيعتقدوا إن مصر بتعطل التنفيذ بسبب قضايا ثنائية بينها وما بين أمريكا، بما فيها المساعدات العسكرية الأمريكية بعد ما إدارة بايدن جمدت مرتين نسبة 10% من المساعدات، واللي هي بتوصل ل1.3 مليار دولار سنوياً، وده كان بسبب تفاصيل وصفتها واشنطن بالتحفظات على حالة حقوق الإنسان في مصر. لحظة بس يا سالي، احنا كده تقريبا بنتكلم في ملفات تبدو ان هي ملهاش علاقة ببعض، ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ هي القاهرة شايفة ان ملف المساعدات العسكرية اللي بتاخدها سنويا من امريكا من وقت اتفاقية السلام مع اسرائيل بقى لعبة في يد اطراف السياسة الامريكية، يعني كل شوية حد في واشنطن يطلع ويعلق جزء. اخرها حصل في 2022 لما السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي علق حوالي 75 مليون دولار. ما عندناش تفاصيل كتير في النقطة دي إلا من أكسيوس نفسه، اللي هو قال إن الغضب المصري من الموضوع ده وصل ذروته في أكتوبر اللي فات، بدرجة خلت إن الموضوع يحتاج زيارة للقاهرة من باربرا ليف اللي هي كبيرة دبلوماسية الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية. ووقتها بلغها مسؤولين مصريين إن لو واشنطن مقتنعة فعلا إن العلاقات مع القاهرة استراتيجية، فالإثبات الوحيد هيبقى إن يكون تحويل كامل للمساعدات العسكرية. فبحسب الموقع واضح ان الموقف المصري كان شديد بدرجة ان المصادر بتقول ان المسؤولة الامريكية نصحت القاهرة باستخدام ادواتها للضغط على الكونجرس، لكن القاهرة ردت بان ما عندهاش نية تعمل جهود للضغط كل سنة، واذا كانت الادارة الامريكية شايفة الموضوع مهم فهي عارفة كويس قوي ازاي تمرر الموضوع في الكونجرس. طيب محد دلوقتي ممكن يقول ان الموضوع ده يعني نقل جزيرتين من مصر للسعودية، ايه علاقة واشنطن ان يضغط عليها في الموضوع ده؟ ومن الأول الصفقة كانت محتاجة موافقة إسرائيل اللي طلبت بضمان إبقاء وضع نزع السلاح في الجزيرتين، ده معناه إبقاء قوة المراقبين متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا، لكن السعودية تمسكت بمواقفها يعني في مغادرة القوات الدولية. وهنا احتاجنا بقى لترتيب ثلاثي جديد بين السعودية ومصر وإسرائيل. في سبتمبر 2021 بقت إدارة بايدن بدأت جهود وساطة وأنجزت التفاهم مع زيارة بايدن الأخيرة للسعودية في يوليو اللي فات، وكجزء من التفاهم ده وصلنا للوضع اللي بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو تركيب الكاميرات وانتقال القوات الدولية لسيناء. هنا إدارة بايدن مهتمة بالموضوع لأنها قدمته باعتباره إنجاز للسياسة الخارجية بتاعت بايدن وكمقدمة لتطبيع العلاقات ما بين السعودية وإسرائيل. وكمان خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبيت الأبيض، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أكد من جديد على إصرار إدارة بايدن على تنفيذ الصفقة ديت. طيب بعد كل التفاصيل دي، الوضع دلوقتي في الصفقة وفي الجزيرتين وصل لحد فين؟ هو زي ما قلنا مفيش أي تفاصيل معلنة رسميا، لكن بحسب التقارير على الأقل القوات الدولية مش هتتنقل من طيران وصنافير لسيناء في ديسمبر زي ما كان مفترض، بالتالي النقل معطل، لكن يعني ما تلغاش بحسب المصادر ديت. وهنا بتكون انتهت حلقتنا، هنسيب لكم المصادر في الديسكريبشن. كان معاكم محمد شوشة وسالي حسام في بودكاست سين جيم في دقائق. استنونا الحلقة الجاية من بودكاست سين جيم في دقائق.